بالجو هن اللواتا بعد ما المسبب في هليلي هن السنغال وسبنغالي وير وبكتبا كل قاعدين في التراب هن دربالي في بروفنس هن شاري باقرمي شيفلي هن مسينيا كل كان قمت بالزيارة على جمعية تفام دي ساحل في جولة على كان قاعدة تسيي بهين وبهناك لتحقق فوق أهداف حقا الاسوسياسيون فام دي ساحل كان مش هو دلوهم على مساعدات هن المواد الغذائية مش المكروني والدهن وكن مشو الأوين مرغو كثيرين لهجوم للا فونداتريس بجمعيتا وده كله من الأهداف اللي كان قمت فوقا وهي قالت كمان تجيف معاهم دايما الفونداتريس قال لهم هي دايما تجيف معاهم مش المغط هنا إيش بلبن سميت منهم اللصوبات الكثير وقال لهم الزيارة دي ما تكون المرة الأخير الله يخلي الموت دين وتجيهم لتاني مرة ولتالت مرة الاسوسياسيون فام دي ساحل هي دايما قاعدة تأثر عشان تجيف مع الناس اللي ضيفين لعشان تودر همومهم مرة واحدة.